شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة والآية التي تليها هي على ما يراه بعض المفسرين آخر ما نزل من القرآن الكريم على خاتم الأنبياء محمد. الكلمات الأخيرة لها موقع متميز في حياة الإنسان. نفرض أن واحد في لحظاته الأخيرة يريد أن يوصي أهله وعائلته، ما هي الوصية التي يوصيها في هذه اللحظات؟ أهم شيء يراه هذا الإنسان يقوله في تلك اللحظات. إنسان يريد أن يسافر إلى بلد بعيد ويريد أن يودع أهله وعائلته، ما هي الكلمات التي يقولها قبل أن يغادر البلد؟ أهم شيء يشغل باله يذكره الإنسان في تلك اللحظات. القرآن الكريم احتوى على قيم، واحتوى على تشريعات، واحتوى على أصول، واحتوى على أحكام،
الآن هذه الكلمة الأخيرة التي من خلال هذه الكلمة تقيم هذه الرسالة. من خلال هذه الكلمة يقيم دور هذا الرسول، أن هذا الرسول ما هو هدفه، ماذا يريد، ما هو دوره. تأتي هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في ظلال هاتين الآيتين المباركتين لنا وقفتان. الوقفة الأولى أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما كان كسائر القادة، كمعظم القادة الذين رأيناهم في التاريخ الذين تعاقبوا على الحكم عبر التاريخ، القادة الكبار، الحكام، الملوك، هذا تاريخ البشرية بين أيدينا. من اليوم الأول الذي دون فيه التاريخ، هؤلاء القادة كانوا يتعاملون مع البشر، ولكن ما كانوا يتفاعلون معه. هنالك فرق كبير بين التعامل وبين التفاعل. تعامل مثل ما واحد يتعامل مع آلة، مع أداة، مع وسيلة، مع جماد. الآن إذا يوجد هنالك شيء من الأشياء الجامدة المادية، الإنسان كيف يتعامل مع هذا الشيء؟ إذا أكو هنالك لبنات، إذا أكو هنالك حديد، كيف نتعامل؟ نأخذه، ننقله من مكان إلى مكان، نستخدمه في البناء، نكسره، نصهره. آلة من الآلات. البشر في نظر الحكام الذين تعاقبوا على التاريخ غالباً آلة من الآلات، يتعامل مع الإنسان كما يتعامل مع الجماد، كما يتعامل مع الآلة. البشر الإنسان بما هو إنسان لا قيمة له عندهم. ينقل في أحوال
أحد الملوك أنه في يوم من الأيام، هذا حقيقة، هذا واقع، في يوم من الأيام كانت بلاده تخوض حرب مع الأعداء، فكان في يوم من الأيام في مكان في ساحة يلعب كرة المنضدة، وإذا بشخص يأتي من الجبهة مسرعا وبيده مكتوب عاجل اللي يقتحم على هذا الملك خلوته وسلمه. هذا أخذ هذا المكتوب، شاف في هذا المكتوب أنه وقعت هنالك معركة بين جيشنا وجيش الأعداء، وقتل كذا ألف من البشر، مو من الأعداء، من جيشه، جيشه اللي هو القائد لهذا الجيش، هو الملك. فأخذ هذه الورقة ثم أغلقها ورمى بها، قال إحنا الآن خلينا نكمل لعبنا، عدة آلاف يقتلون ما إلى قيمة، بشر ما إلى قيمة عند غالب الحكام، أدوات أنا أنتفع منها. البريطانيون هؤلاء في الصين، راجعوا كتاب لمحات من تاريخ العالم، قتلوا 20 مليون إنسان في الصين وحدها في حرب الأفيون التي يقال عنها أقذر حرب في التاريخ. 20 مليون، 20 مليون ما لهم قيمة، حتى إذا الأمر يقتضي أنه يقتل 200 مليون فليقتلوا. إحنا ما دام في مكاننا، إحنا ما دام بلدنا سالم، فليذهب الآخرون إلى الجحيم. لينين راجعوا قتل 8 ملايين إنسان، 8 ملايين. ستالين قتل لتطبيق قانون واحد، وهو قانون المزارع الجماعية، 22 مليون إنسان، 22 مليون لتطبيق قانون واحد. هتلر في الحرب العالمية الثانية، الضحايا من الطرفين كما ذكر المؤرخون حوالي 70 مليون إنسان، بشر، آلة، أحجار، الكبار يلعبون، أحجار ينقلونها من مكان إلى مكان آخر ويضحون بهم لمصالحهم، لمنافعهم. ولكن تأتي إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، جميع الحروب، هذا مطلب مهم، التي فرضت على رسول الله، راجعوا كتاب في ظل الإسلام، النبي ما كان يهاجم، النبي كان مدافع. الحروب التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله كانت أكثر من 80 حرب وغزوة. كم واحد مجموع القتلى؟ النبي كان يتحرى ألا يقتل إنسان. جميع القتلى في جميع هذه الحروب حوالي 1400 واحد،
يعني في كل حرب قتل من المسلمين والمشركين حوالي 17 واحد. إذا تقسم القتلى على الحروب يعني حرب بدر المعدل 17 واحد قتل، حرب حنين المعدل 17 واحد قتل من الجانبين المسلمين والمشركين. الإنسان له قيمة في منهج رسول الله صلى الله عليه وآله. في يوم من الأيام وجد قتيل الظاهر في المدينة، مو مذكور في التاريخ أنه أين، الظاهر إما في المدينة أو في أطراف المدينة. قتيل وجد، قتيل، شنو قيمة قتيل؟ إحنا الآن القتل صاير عندنا شيء عادي، قتلوا 1000 واحد فلان مكان، شيء عادي. القتل في نظر الإسلام شيء عظيم. لاحظوا الآية: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. القتل جدا مهم، كأنه يأخذ قنبلة ذرية ويفني البشرية كافة. وجد قتيل في المدينة ظاهرا في أطراف المدينة ولم يعرف له قاتل، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وجمع الناس وصعد فوق المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يقتل رجل من المسلمين ولا يعرف قاتله، والذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل رجل مؤمن، كلهم جميع البشر جميع أهل السماء جميع أهل الأرض إذا يقتلون واحد مؤمن لأدخلهم الله في نار جهنم جميعا. هذه قيمة الإنسان. ولو أن أحدا جلد مؤمنا ظلما، فد خدامة في البيت خدامة مؤمنة واحد جلدها ظلما، والذي نفسي بيده لو أن أحدا جلد مؤمنا ظلما جلد في نار جهنم مثله، الله يدخله في النار ويجلده مثل ما جلد. هذه قيمة الإنسان. حتى امرأة يهودية، الآن دا تشوفون اليهود شنو دا يسوون، كيف يقتلون الكبار والصغار والأطفال والأطفال الرضع، وإذا كانوا يقدرون أكثر من هذا كانوا يسوون، ما يقدرون أكثر من هذا من أول ما بدأ من 48 من قبل إلى الآن. امرأة يهودية بلال يمر بها على قتلاها، امرأة يهودية أسيرة مسبية، بلال مر بها على مصارع قتلاها، لعلهم بلال ما كان متعمد، هذا الطريق كان طريق يمر على ميدان المعركة، فوبخ النبي بلالا قال: كيف تمر بامرأة على مصارع قتلاها؟ أنزع الله الرحمة من قلبك؟ ما عندك رحمة؟ امرأة تشوف أبوها أخوها أقرباها مقتولين تمر بها على مصارع قتلها، أنزع الله الرحمة من قلبك؟ هذا مو خاص بالمؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يحب أن يدخل أقل مقدار من العنت المشقة
الأذى الضرر على أي واحد من البشر حتى إذا يكون كافر. لقد جاءكم ظاهر الآية الخطاب لكل البشر مو للمؤمنين بقرينة المقابلة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه يصعب عليه أن تقعوا أيها البشر كافة في العنت. حتى كافر النبي لا يريد أن يقع هذا الكافر في العنت، حتى كافر. النبي صلى الله عليه وآله يقول من آذى ذميا فقد آذاني. واحد كافر، واحد مسيحي في ذمة الإسلام، إذا واحد أذى كأنه آذى رسول الله صلى الله عليه وآله. في معركة حنين النبي صلى الله عليه وآله قال لا يقتل أسير، قتال، هاجموكم الأعداء تدافعون، هذا طبيعي، هذا حق مشروع جميع القوانين تقره، الدفاع. واحد هاجمك تهاجم تدافع، ولكن بعد أن وضعت الحرب أوزارها قال لا يقتل أسير واحد ولا واحد. هؤلاء اللي قبل شوية كانوا يريدون أن يجتثوا جذور الإسلام ويقتلوا المؤمنين ويقتلوا رسول الله، ولا واحد منهم يقتل، أسير بعد أخذته اتركه. مرة الثاني بطولاته كانت تظهر في هذه المواقع، شافد واحد أسير يقال له ابن الأكوع، هذا كان جاسوس المشركين على المسلمين. الآن الجاسوسية في كل قوانين العالم يعتبر خيانة عظمى، تعتبر خيانة عظمى وجزاؤها الإعدام. هذا جاسوس كان بعدين جاي في حرب لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله. الثاني مار شاف هذا فالتفت إلى رجل من الأنصار وقال هذا عدو الله الذي كان عينا لأعداء الله علينا، اضرب عنقه. الرجل الأنصاري اجا وضرب عنقه هذا الأسير، فبلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله فتألم لذلك، تأذى لذلك، وقال ألم أنهكم عن قتل الأسارى؟ أسير بعد تركه أخذته، قبل كان دفاع، هاجمك أنت دافعت عن نفسك، ولكن الآن بعد هذا بإيدك أترك. ألم أنهكم عن قتل الأسرى؟ هذا خطاب للبشرية كافة، عزيز عليه ما عنتم. ما يقولون علماء الأدب إنها مصدرية، يعني عزيز عليه عنتكم، النبي يشق عليه ذلك يتألم لذلك، إذا يرى إنسان يتألم النبي هكذا يتألم. المقطع الثاني حريص عليكم. الحرص يعني شنو؟ الحرص يعني شدة العلاقة. إذا واحد عنده علاقة شديدة بالمال نقول إنه حريص على المال. النبي حريص عليكم أنتم البشر. أكو قاعدة علماء البلاغة يقولونها حذف المتعلق يفيد العموم. حريص في أي جهة؟ النبي يريد مثل، أجيب لكم مثال، فد واحد
تزوج، بقي 15 عام ما عنده ولد. بعد 15 عام الله اطال ولد. هذا الأب أو هذه الأم شلون يحرصان على هذا الولد؟ ليكون يطلع للشارع، ليكون يوقع من مكان مرتفع، ليكون يتمرض، حرص كله بفكر هذا الطفل. هكذا النبي صلى الله عليه وآله لا مع المسلمين، مع البشرية كافة. خطاب للبشر، حريص عليكم. النبي صلى الله عليه وآله كان يريد كل خير للبشرية، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله عندما واحد يراجع حياته يشوف أنه كان يهتم بأصغر شيء، مو فد حاكم محكوم، لا، حاكم رسول نبي يهتم بأصغر الأشياء. إذا أكو أقل نقص في حياة أحد يحاول أن يزيل ذلك النقص. حريص على تقدمكم، حريص على هدايتكم، حريص على غناكم، حريص على إنقاذكم من المشاكل، حريص عليكم في كل أبعاد الخير. جابر بن عبد الله يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله. النبي أولا ما كان يقعد في بيته ويصدر قرارات روحه للحرب. الآن حكامنا شنو يعملون غالبا؟ يقعد في بيته في قصره محصن ويقول روحه للحرب. النبي هو كان يشترك معهم منهم، مو في الأبراج العاجية، يعيش مثل الناس. أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو تلميذ رسول الله أيضا كان كذلك. المؤرخين ذكروا أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما كان يأكل اللحم في العام إلا مرة واحدة فقط. كان يقول لأني أطمئن بأن جميع المسلمين أكلوا اللحم في هذا اليوم، إذا واحد ما ماكل لحم أنا ما أكل لحم. أكو حاكم هالشكل مثل رسول الله ومثل أمير المؤمنين؟ وهو يوم الأضحى، أضاحي يذبحون، كل المسلمين في هذا اليوم يأكلون لحم، أنا من اليوم أكل لحم. أما إذا يوم مسلم واحد ما يأكل لحم أنا ما أكل اللحم. الإمام حكم الكوفة حوالي 5 سنوات ما أكل اللحم كما يقول المؤرخون إلا 4 أو 5 مرات فقط. فمن الذي في الكوخ أبصر حاكما قد أرقته حشاشة سغباء. شايفين بالتاريخ الشكل حاكم؟ هذا تلميذ رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله ذهب. يقول جابر وكان النبي صلى الله عليه وآله يسير في آخر الجيش، مو وسط الجيش، مو محاط بجيش، آخر الجيش، ليكون فد واحد ضعيف يضعف في هذا الجيش. النبي صلى الله عليه وآله بذاته كان يأتي ويعينه. هذه الرواية في البحار مذكور. يقول فأعيا ناضحي، ناضح يعني جمل، جملي أعيا وبرك، أنا في الليل في الظلم، الجيش منو يلتفت إلى منو في الصحراء القاحلة؟ يقول أنا متحيرت وأخذت أقول واله فأمياه ما زال ناضح سوء
لنا. وإذا بي أسمع صوتا يقول أجابر أنت؟ أنت جابر؟ فقلت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أبي فداؤك أمي فداؤك يا رسول الله. قال ليش هنا؟ قلت له أعيا ناضح. فإجى النبي صلى الله عليه وآله وأركبني على ناضحي، تفصيل بي بالبحار راجعوا الموضوع، أنا أختصر القضية. ثم أخذ يسايرني أو سايرته، لاحظوا العلاقة، لاحظوا المحبة، هذه المحبة مو فقط لهم حتى لنا أيضا إحنا المؤمنين. فاستغفر لي، قال اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر 25 مرة في ذلك الليل. ثم قال لي كم ترك أبوك من البنات؟ حرب، شوفوا النبي وين يفكر، في حرب، دا يروح إلى حرب أو دا يرجع من حرب. أنتوا عشتوا أجواء الحرب نوعا ما، واحد في أثناء الحرب بالذات القائد. كم ترك أبوك من البنات؟ فقلت 7. فقال عليه دين؟ أبوك مديون؟ فقلت نعم. قال عندما نرجع إلى المدينة تعال أنا أساهم في أداء دين أبيك. يقول فعلا مريت على النبي صلى الله عليه وآله، تفصيل أكو في القضية الآن ما علي بالتفصيل. فأعطاني 8 أواقي من الذهب وقال ساهم بذلك في دين أبي. في الطريق إلى المعركة أو في العودة إلى المعركة يفكر أن هذا الميت مديون أو مو مديون. هذه الرحمة، هذا الحرص على جميع الجوانب. النبي صلى الله عليه وآله قضية معروفة، دخل بيتا فرأى ديكا على ما أتذكر القضية هالشكل، ديك وحدة، حتى هذه القضية الجزئية ديك لا يشقى. قال هل اتخذت له أهلا؟ وجيب له في الدجاجة، ليش تخليه وحد؟ النبي هكذا صلى الله عليه وآله، هذا الحرص. النبي صلى الله عليه وآله رأى جراء مع أمها، هذا أحد الكتاب الغربيين يقف أمام هذه القضية ويقول إنه شيء رائع في ذلك العاص اللي الإنسان ما إلى قيمة فكيف بالحيوان، فأوصى بالعناية بها وبجرائها. ينبغي أن ننشر هذه المعاني، أن نستلهم إحدى الأشياء. وأختصر في هذه النقطة المهمة جدا، إقامة المجالس في البيوت. الخطيب يأتي يطرح هذه القضايا، يطرح هذه القيم، الحسينيات في مكانها جيد، ولكن ابنك يمكن ما يجيب الحسيني، البنت يمكن أن لا تأتي إلى الحسيني، الأطفال الصغار يمكن ما يجون بالحسين. أما في البيت أكو هنالك قراية، أكو هنالك مأتم يذكر فيها رسول الله، يذكر فيها الأئمة الأطهار، الإبن يجي يشوف، يسمع كلمة، يعيش في هذا الجو، ما يروح يشاهد القنوات الفضائية الكذائية. أحد الإخوة نقل لي أن والده بدأ بقراية في سرداب بيته
يقول هو بدأ بعنوان الثواب، بعدين يقول شاف مو فقط ثواب وإنما بركات. هؤلاء الذين بدأوا شافوا هذه البركات، مو فقط ثواب، مو فقط آخرة، بركات أخرى. قال أن والدي صمم على أن يجعل هذا السرداب حسينية، وأن يقف جميع البيت لهذا السرداب، يعني لهذه الحسينية. إحنا يجب علينا، هذا أقل شيء نفعله، أن نحاول أن نساهم في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.